السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين سر ظهور فينيسيوس، يعني اللاعب، يعني نجم المنتخب ريال مدريد والنجم منتخب البرازيل، يعني بقميص، يعني وين يظهر بقميص المنتخب المغربي. شوف ناس، شو كوب ديمون تلعب دور كبير جماعة. خلينا كلي بغي يقول لي تاك تهدر منا، انا مانيش نهدر سياسة. كوب ديمون تلعب دور كبير، كوب ديمون كي توصل. حنا 2014 وصلنا دوزيام تور، يعني الناس ولا تهدر علينا، يعني بولا الشعب، يعني اعطينا افضل صورة على المواطن الجزائري. هدرناها في وقتها، انا كنت نهدرها في وقتها. كانوا هادو مكاش مساكين، كانوا هادو باش يقولوا صباح الخير يخافوا، كانوا باش يكتبوا يعني في الصفحه تاع فيسبوك، اذا كان عندهم فيسبوك باش يهضروا يخافوا. كنا نهضروا وين المواطن الجزائري عطى صوره شابه في 2014. راك تعقلوا عليها، عقلوا راني نهضر الناس اللي تعقل مليحه والشبيبه هذو فيك اللي طالعين. شوف اليوم وين المنتخب المغربي بوصوله للنصف النهائي. الناس ولات تضحك، يا نصف النهائي لا لا، انجاز تتاهل انجاز. مدرب جاب بالماضي ولا يحلم غير باش يروح يوقف كيما هكا في الكوب ديمون كمدرب، يحلم يحلم. حتى نتوما خرجتوا، نتوما انا ما فهمتكمش من جهه تخرجوا تقولوا لنا نتوما مزاري تروحوا كوب ديمون، ومن جهه تقولوا لنا او خلوه يقعد حتى الكوب ديمون. نتوما قلتوا احنا ماشي مزاري نروحوا كوب ديمون، وعلا كنت تخلوا نتوما مدرب اللي يقعد حتى يروح كوب ديمون؟ حمالكم واو لا. على هذيك نقول لك باللي اليوم ما تضحكش على المنتخب المغربي. منتخب المغربي كي وصل دومي فينال راه انجاز، كوب دي موند، كاس العالم، راه انجاز كبير. مكاش في لافريك ما يتمناش يلعب دومي فينال كوب دي موند. مكاش الجزائر تونس، يعني كاع منتخبات كبار، مكاش اللي ما يتمناهاش، مكاش اللي ما يتمناش يلعب كوب دي موند. مكاش حتى مشاركه 3 ماتش الولا كاع ويتمنى يلعبها، حتى اسم التأهل يتمنى يكون مشارك في اسم التأهل. واو لا ويخطف اللعاب والنجم البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد الأنظار خلال زيارته التي يقوم بها للمغرب. ونشر الدولي فينيسيوس عبر حسابه الرسمي، عبر يعني منصة الإكس، صورة تذكارية التقطها خلال جولته في مدينة مراكش. ظهر من خلالها وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي والذي يحمل رقم 2 الخاص بالدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي حصد تفاعل كبير من عبر العالم. يعني ما عنده مشاهدة ولا هذا دير حسابك باللي هذا، يعني الصورة اللي طلقها حسابك مونت كامل، يعني صورة ديال حسابك سياحة غادي يدخلوا عندهم، يجوا للمغرب يشوفوا، يقول لك فينيسيوس راح المغرب، روحوا شوفوا مالكم الناس كيفاش تلعب. هذه هي السياحة، هذه التسويق للسياحة. كان لي سياحة حاسبها فساد، حاسبها على بالك سياحة، من يقولوا سياحة يحسب باللي سياحة خماج، يعني خماج الصوالح ماشي باغي نطيحو نقولو كلام طايح ولا حنا لا لا ولا حنا فين كنا هنا نورمالمون يكون عندنا كيما هاك. هنا في الجزائر لازم يكون عندنا، على يقول لك وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة وفين هادو كاع يشتغلوا بها، وزارة الثقافة، وزارة السياحة كاع يشتغلوا بها. راح اسم كبير فينيسيوس جا المغرب، طلق صورة، شحال عنده في المنصة تاعو، عنده مساحة، عنده مساحة كبيرة. مالكم الناس اللي تخدم كيفاش تخدم، خاطش علاه انا نقولها لكم نعاود، هذه كأس العالم هي اللي خلات يعني الناس تشوف، شوفوا هاد البلاد، شوفوا هاد البلاد اللي وصلوا دومي فينال، هادو شوفوهم لازم نشوفوهم، شا عندهم، شا كيفاش خدموا، كيفاش وصلوا، كيفاش من الثقافة تاعهم. شاهدنا جونبي اللي فات، لاعبات تاع تشيلسي، لاعبات تاع نادي تشيلسي
ضربوا سيمانة تربص والسياحة ويسوقوا بالسياحة ويطلقوا بالتصوير تاعهم لعابات 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 ماشي لعابين لعابات تاع تشيلسي. بايرن ميونخ ودرت دارت دارت تربص تاعها في المغرب، مي راحوا يلعبوا المغرب راحوا يلعبوا كوب دافري راحوا كراو في الم... في الم... في المركب محمد السادس. بايرن ميونخ ماشي عيب، حنا ماذا بينا تجي عندنا لانتر لهنا تجي ميلو لهنا يجي يديروا تربصات يجي يديروا عندنا الصحراء عندنا من عندنا من لازم نتفتحوا. شو كيفاش؟ وكان فينيسيوس واشرف حكيمي قد تبادلا قميصهما خلال المباراة الودية والتي جمعت المنتخب بلادهما السنة الماضية بطنجة والتي انتهت بفوز المغرب بهدفين مقابل هدف. ويذكر أن النجم السامبا والذي عينته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة سافير لنوايا الحسنة المبادرة يعني لليونسكو للتعليم للجمع يعني زر خلال زيارته الوزارة خلال زيارته أحد ثانويات للتواصل مع التلاميذ حيث تم استقباله بحفاوة كبيرة وشارك في مباراة كرة القدم مع التلاميذ الثانوية. شو حاجة مليحة سبحان الله، حاجة مليحة يشكر عليها، هذه يشكر عليها. يقول لك لا وكيف عملنا وانت راك يا ودي احنا رانا هضروا هضروا ما جا الكرة القدم صح. انا نقولها لك خويا، وين اثار النجم البرازيلي فينيسيوس جناح عملاق الاسباني ريال مدريد دهشة العالم اجمعين عندما ظهر مرتدي قميص المنتخب المغربي لاول مرة يعني الاول لكرة القدم. فينيسيوس يواصل تألقه مع ريال مدريد في موسم الرياضي الحالي حيث سجل 12 هدف وصنع 7 آخر خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات. وتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن سر ابتداء النجم البرازيلي قميص المنتخب المغربي وهو ما كشفه عنه يعني منظمة اليونسكو فيما بعد، لأن من أعلنت عبر حسابها الرسمي بمنصة الإكس عن أن فينيسيوس زار احد المدارس الثانويه في مراكش المغربيه باعتباره سفير منظمه لنوايا الحسنه. وركزت يعني اليونسكو على الدور فينيسيوس في دعم الرساله المنظمه للتعليم الجميع موجه الشكر اليه على اللحظه الرائعه التي قضاها مع اطفال في المغرب. ايوا هذه يا اخوي هذا السر تاعها، ناس تخدم ناس ما شاء الله. هذه يا خويا ما شاء الله عليهم ناس بصح يخدموا، ناس يتخدم ناس خدمت، احنا لهينا احنا لهينا احنا لهينا ساتشي زويزف تقديس مدرب والناس تخدم استبين في بلادها خدم خدم. خاطر كرة القدم راه عندها باع كبير، كرة القدم عندها سمعة كبيرة. راكم بريزيل احنا كي نعرفوها، بريزيل حنا كي نعرفوها من بولي وروح، بريزيل كيما معروفة من بولي وروح، الأرجنتين، هادو كاين واحد المنتخبات هذاك، كاين منتخبات كاين لي صغيرة، كرواتيا كي ولينا نعرفوها، مودريتش وروح، لعبت فينال، لعبت دومي فينال، كرواتيا، كرة القدم هي اللي تبين خويا، هماكم. الناس انتوما حاسبين غير هكا تمروا صاي يا ودي، الناس يتخطط الناس تخدم وكل شيء. هذه غادي نقول لكم كوب ديمون عندها سمعة كبيرة سورتو باش ترا تشارك بريمي تور ديال لا دومي فينال، دومي فينال دير حسابك مع فرنسا موند كامل تفرجها، موند كامل تفرج المباراة. تجي تقول لي لا ولا تجي انت تطيح لي بالقيمة تاع الكوب ديمون، ما عندك ما تطيح الكوب ديمون، قلتها لكم النهار الأول ما تطيحش، نقولها لك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خوتي.